أنا حاولت أجلس مع هؤلاء وأولئك وأوصل الناس للشيء اللي يمكن يكون عليه الأمثل بالنسبة للشعب السوداني كله. يعني تحدثت مع الناس اللي تكلموا عن مدة التصويت، حاولت أن أقنعهم بأنه نبقى على 3 أيام، ما أفلحت حتى الآن. حاولت أن أتكلم مع الناس اللي بيفتكروا أنه التصويت بالنسبة للمغتربين يكون لرئيس الجمهورية فقط وليس للمغتربين، حاولت أن أقنعهم أيضا بأنه يقبلوا أنه التصويت يكون للمغتربين بالنسبة للقوائم، ما أفلحت. ولذلك يعني لم نستطع أن نصل لاتفاق حول هذه النقاط.